بهم يحلق الفرح بعيدا في الآفاق كلما لامست أحلامهم السحاب، وهم كقوس الفرح مشبع بألوان الطيف المتناغمة، وفي برواز الصورة كأنهم بساتين الجمال، وسهولا يملأها اللون الأخضر وابتسامات كأنها الورود حين تتفتح. ذاك الجمال كله صورة أصحاب الهمم ببراءتهم ونقائهم، وذلك الأمل الذي يشع من وجدانهم ليملأ الدنيا أملا. فمساء الخير لكل من يحلم ولكل من لديه أمل ولأصحاب الهمم. الأيام بهؤلاء الأحبة أصحاب الهمم، أصحاب القلوب الطيبة، والذين نخصص لهم عبر شاشة قنوات أبوظبي الرياضية برنامجنا الأسبوعي الأولمبيات الخاص، والذي يأتي مسايرا للتحضيرات الكبيرة التي تتأهب لها عاصمتنا الحبيبة أبوظبي لاستضافة الحدث الرياضي والإنساني الأكبر عالميا، الألعاب العالمية للأولمبيات الخاص، والمقرر إقامتها في مارس من العام المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. إذ يشكل الأولمبيات الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 جزءاً من رؤية الإمارات 2021 التي تدعم دمج أصحاب الهمم في المجتمع لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي. كما ستكون الألعاب العالمية التي تقام في أبوظبي 2019 من 14 وحتى 21 من مارس المقبل الحدث الرياضي الأكثر وحدة وتضامناً في تاريخ الأولمبيات الخاص، من خلال تقديم تجربة شاملة ومتكاملة لأكثر من 7500 رياضي و3000 مدرب قادمين من 176 دولة للمشاركة في 24 رياضة مختلفة من الرياضات الأولمبية التي تستضيفها أبوظبي ضمن مرافق رياضية ذات مواصفات عالمية تتوزع في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. وكما هو الحال في مساء كل أربعاء، الوقت لأصحاب الهمم، فهم العنوان وبهم تحلو التفاصيل. يسعدني أن أرحب بضيوفنا المشاركين في حلقة اليوم والموجودين معنا في الاستوديو، رحمة إسماعيل معدلة سلوك لأصحاب الهمم،
وعلي بن صميدة لاعب منتخب الإرادة للغولف، والسيد سيف بن صميدة والد علي ومرافق لعلي المتواجد معنا. أهلا بكم في مرافقتنا لحلقة اليوم، وسنبدأ مباشرة مع فقرتنا الأولى، حيث قاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مسيرة التسامح يوم الجمعة الماضي في حديقة أم الإمارات بأبوظبي. جاء ذلك في إطار دعم سموه لمبادرة نمشي معا التابعة للجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص التي تشارك في مسيرة التسامح التي تنظمها وزارة التسامح تحت شعار على نهج زايد. قاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مسيرة التسامح التي انطلقت عصر الجمعة الماضي في حديقة أم الإمارات بأبوظبي بمشاركة أبناء الجاليات المقيمة على أرض الدولة وعدد من المسؤولين بالحكومة الاتحادية والمؤسسات والهيئات المحلية والقيادات الدينية والرياضية وسفراء الدول الشقيقة والصديقة. جاء ذلك في إطار دعم سموه لمبادرة نمشي معا التابعة للجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص التي تشارك في مسيرة التسامح التي تنظمها وزارة التسامح كانطلاقة جماهيرية كبرى للمهرجان الوطني للتسامح الذي يعقد تحت شعار على نهج زايد. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن فعالية نمشي معا تجسد قيم دولة الإمارات ورسالة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 لتعزيز التضامن والإنسانية والاحترام المتبادل بين مختلف أطياف المجتمع. وأوضح سموه أن فعالية نمشي معا والأولمبياد الخاص يعكسان القيم التي تأسست عليها دولة الإمارات. تمثل فعالية نمشي معا حدثا يهدف إلى تحقيق الدمج بين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية في مختلف الأنشطة المجتمعية، إضافة إلى التشجيع على اعتماد أسلوب حياة صحي وتحقيق التضامن في المجتمع. ويتواءم هذا المهرجان مع القيم والمبادئ التي يقوم عليها الأولمبياد الخاص، كما يهدف إلى التعريف بمسيرة وإنجازات مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومساعيه لبناء مجتمع قائم على القيم الأصيلة والمبادئ الإنسانية النبيلة والتواصل الإيجابي بين الثقافات والمجتمعات. كانت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 قد أعلنت عن إعادة إطلاق فعالية نمشي معا بالتعاون مع المهرجان الوطني للتسامح الذي تنظمه وزارة التسامح، على أن يقام مرة كل شهر حتى موعد انطلاق الأولمبياد الخاص. يحتوي العالم اليوم بيوم العالم التسامح العالمي، ونجد اليوم كثير من المشاركين في هذا المهرجان من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن مختلف الجنسيات الموجودة في أبوظبي. اليوم إن شاء الله بيكون عندنا كذلك توقيع لأكبر لوحة إن شاء الله بتسجل في موسوعة جينيس من الناس اللي عايشين في أبوظبي اللي حاسين بالتسامح في أبوظبي، واللي هو ليس غريبا على أبوظبي، لأن هذا المجتمع مجتمع متسامح كريم، بخلقه كريم، بعاداته وتقاليده، يحتوي كل من جاء ضيف. فنحن اليوم نرسخ هذه المبادئ الأساسية التي
مثلها المغفور له الشيخ زايد الله يرحمه، والذي صادف هذا العام عام الشيخ زايد. نتمنى إن شاء الله الجميع يشاركون بفرحة وسعادة اليوم في هذا المهرجان. اليوم هذا دليل التسامح في دولة الإمارات. اليوم الإمارات وطن التسامح، وهذا أكبر دليل. كل الجنسيات كل الديانات موجودة اليوم مشاركة ويانا في هذه المسيرة. هذا أكبر دليل مثل ما قلت لك إن على التعايش في دولة الإمارات واحترام الآخر وقبول الآخر. نشكر الجميع على الحضور والمساهمة معنا في هذا المسيرة التسامحية. واليوم نحن ندعو الجمهور للمشاركة معنا في هذا المهرجان الوطني المتسامح اللي بيكون على مدى أسبوع من تاريخ 9 إلى 16 للحضور والمشاركة في هذه الفعاليات. فعاليات متنوعة، الفعاليات هذه للكبار وللصغار. بإمكان العائلة تستمتع في حديقة أم الإمارات اللي هي منارة من منارات التسامح في إمارة أبوظبي. نشكر تلفزيون أبوظبي والقائمين عليه على الحضور والتفاعل معنا في هذه المبادرة. اليوم هي هذا إعلان لجميع الدول من 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 منبر حديقة أم الإمارات للدعم الأولمبيات والمشاركة والحضور لكل الناس في إمارة أبوظبي والتفاعل معنا في هذه الأولمبيات. واليوم الفريق كان حاضر، جزء من الفريق كانوا مشاركين معنا، شاركوا في المسيرة، والكل كان متفاعل ومستمتع معنا في هذه المسيرة. الاتحاد الطيران جزء من هذا المجتمع، ونحن الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة يعني تحث فينا التسامح، ويعني يكون مجتمع متسامح. طبعا دعم المبادرات اللي تعني المجتمع مهم لكل شركة كبيرة موجودة في 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 الدولة وخاصة بأبو ظبي. نحن يعني دورنا لازم يكون فعال في دعم مبادرات اجتماعية تهدف إلى ترسيخ مبادئ التسامح في الدولة. وأعتقد أن يعني الاتحاد قامت بمبادرة مع وزارة التسامح، طبعا مع معالي الشيخ نهيان مبارك نهيان، يعني دعم هذه الثقافة الموجودة متأصلة في مجتمع الإمارات. اليوم زي ما قلت لك أنا في عندنا تقريبا فوق 200 جنسية اللي عايشين في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا يعني يبرز لك نوعية التسامح والتعايش اللي موجود في هذه الدولة المعطاء. فالحمد لله نحن كمجتمع إماراتي نتعايش مع الجميع، وهذه من خصائلنا نحن كمجتمع. وللمزيد حول مبادرة نمشي معا، يسرنا أن نرحب على الهاتف بطلال الهاشمي المدير الوطني والتنفيذي للأولمبياد الخاص. مساء الخير. مساء النور والسرور، نشكركم على إتاحة الفرصة لنا أن نكون معاكم في هذا اللقاء الرائع. أهلا فيك أستاذ طلال. وبداية سؤالنا عن مشاركة سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي في مبادرة نمشي معا، الرسائل التي تبعثها هذه المشاركة. في البداية طبعا هذه المبادرة اللي هي نمشي معا من أهم المبادرات يمكن اليوم تنظم من قبل اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية. وجود سيدي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات له بعد كبير طبعا، سواء كان في إعطاء رسالة عن أهمية هذه الدورة، وأيضا عن أهمية مشاركة المجتمع في جميع الفعاليات المصاحبة لدورة الألعاب العالمية. طبعا هذه المبادرة نمشي معا انطلقت هذه السنة لأول مرة بخصوص دورة الألعاب العالمية. المرات القادمة كانت مصاحبة لدورة الألعاب الإقليمية، المشاركة كانت كبيرة الحمد لله، أيضا مصاحبة لمهرجان رائع نظم من قبل وزارة التسامح اللي هو مهرجان التسامح برئاسة فخرية من سيد سمو الشيخ نهيان بن مبارك. عمل رائع صراحة ومهرجان كبير، كان مشاركة الأولمبيات الخاص فيه لها بعد اجتماعي كبير جدا.
إذن جاءت مبادرة نمشي معا تزامنا مع مهرجان التسامح للتركيز ودعم يعني هذا التسامح وهذا الدمج ما بين أصحاب الهمم وجميع أفراد المجتمع. من خلال هذا الحدث لو نتحدث قليلا عن نتائج هذا الحدث، كيف رأيتم ردود فعل المشاركين وخصوصا بهذا الدعم الحكومي الكبير المتواصل منذ بداية الألعاب الإقليمية وقبلها ووصولا إلى الألعاب العالمية وما بعدها؟ مثل ما أشرت يمكن أنت في سؤالك، أهمية هذا النوع من المبادرات هو تنمية الفكر في المجتمع على أهمية دمج أصحاب الهمم. دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم قيادة وحكومتها الرشيدة دائما تحث على دمج أصحاب الهمم في المجتمع وتبادر بتنظيم مجموعة كبيرة من المبادرات واستضافة أحداث سواء كانت عالمية أو إقليمية رياضية وغير رياضية تساهم بشكل كبير في دمج أصحاب الهمم في المجتمع. اليوم هذا المهرجان مهرجان التسامح وتنظيم مبادرة نمشي معا من خلال هذا المهرجان، الأعداد اليوم اللي كانت مشاركة أعداد كبيرة من جميع الجنسيات المقيمة على أرض هذه الدولة الحبيبة على الكل. اليوم دولة الإمارات فيها أكثر من 200 جنسية، يمكن شفنا كثير من الجاليات شاركت في هذه المبادرة وساهمت بشكل كبير في نجاح مبادرة نمشي معا من خلال مهرجان التسامح. طبعا توج هذا النجاح حضور سيد السمو الشيخ عبد الله بن زايد اللي عطى رسالة كبيرة في أهمية دمج أصحاب الهمم في المجتمع. شفنا سموه يمكن يخالط أبنائه الرياضيين اللي راح يشاركون في دورة الألعاب العالمية، إحنا في السبيشال أولمبيك الإماراتي وبتوجيهات دائما الرئيس الفخري الشيخ مريم بن محمد بن زايد بالمشاركة في جميع المبادرات اللي تدعم دمج أصحاب الهمم في المجتمع. كان لنا دور كبير في هذه المبادرة من خلال تواجد الرياضيين ومشاركتهم في المشي مع كافة شرائح المجتمع. الأستاذ طلال الهاشمي، إحنا شاكرين جدا مشاركتك معنا اليوم ويعطيكم العافية. مبادرة رائعة لكنها جزء من مبادرات عديدة يقوم بها أولمبياد الخاص لنصل جميعا إلى هذا الحدث بصراحة اللي بنتشوق جميعا إلى أن يظهر بأجمل حلة. شكرا جزيلا لوجودك معنا ومشاركتك الهاتفية. لكم ونشيد دائما في هذا البرنامج اللي يعطي رسائل دائما رائعة للمجتمع بأهمية المشاركة في هذا النوع من المبادرات. نتمنى تستمرون في دعمكم الدائم لأخوانكم أصحاب الهمم من خلال هذا النوع من البرامج. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ونتابع مشاهدينا الكرام مع مشاركة لاعبي الجولف من مختلف الأعمار والقدرات إضافة إلى رياضيي الأولمبياد الخاص الإماراتي في مبادرة الجولف التضامنية التي أقيمت في ياس لينكس للجولف، إذ يعد الحدث جزءا من الفعاليات المجتمعية التي تهدف إلى نشر التضامن والتكاتف في المجتمع تزامنا مع التحضيرات القائمة لاستضافة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي مارس من العام المقبل. شارك لاعبو الجولف من مختلف الأعمار والقدرات ومن ضمنهم لاعبون من ذوي الإعاقة إلى جانب رياضيي الأولمبياد الخاص الإماراتي في مباراة الجولف التضامنية التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملاعب الجولف في ياس لينكس بأبوظبي. يعد الحدث جزءا من الفعاليات المجتمعية التي تهدف إلى نشر التضامن والتكاتف في المجتمع والتي تستضيفها مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداً لانطلاق الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019. وكانت مباراة الجولف التضامنية قد أقيمت في أكاديمية ياس لينكس في جزيرة ياس بأبوظبي. عقد الحدث مشاركة 200 لاعب جولف في أنشطة رياضية تضامنية جمعت بين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية وسواهم من أفراد المجتمع بهدف نشر أسلوب الحياة الصحي وترسيخ التضامن والتكاتف في المجتمع.
ونشر القيم والمبادئ المشتركة بين الأولمبياد الخاص ودولة الإمارات العربية المتحدة. شارك لاعبو الجولف ورياضيو الأولمبياد الخاص في عدد من الأنشطة والتحديات الرياضية والترفيهية، والتي تضمنت مسابقة أطول ضربة والضربة الأكثر دقة ومسابقة التسجيل. كان مدربو أكاديمية ياس لينكس حاضرين للإشراف على الأنشطة الرياضية وتقديم النصائح للمشاركين من أجل رفع مستواهم وتطوير قدراتهم في الرياضة. إذن هذا الحدث الذي حدث مؤخرا وتحديدا يوم السبت الماضي، وجمع مجموعة من أصحاب الهمم لتجربة الجولف، هذه التجربة الرياضية اللي مفروض أنها تضيف لهم الكثير. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من خلال تواجد ضيوفنا اللي منرحب فيهم مرة ثانية. أهلا بكم جميعا مرة أخرى. ورحمة، رح أبدأ من حضرتك ونتحدث بتعمق أكثر عن هذا الحدث، كيفية إقامته، الفكرة والهدف من إقامته. Well, this event, the هذا الحدث في الإمارات موجود، يحصل مع حقد الإمارات وهي المتواجدة هنا، في تقوم باحتفالات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم أيضا، ودائما تقوم بأنشطة لإدماج هؤلاء الأشخاص، تقوم بتلك الأنشطة المجتمعية. وهذا الحدث أيضا كان في ياس، وكان أهم شيء من الهدف هو الإدماج، وحتى نكون هناك وعي بهؤلاء الأشخاص الذين لديهم بعض الاحتياجات الخاصة، ونشر الوعي أيضا على الرياضة بصفة عامة، وكيف بإمكان الرياضة، أي هذه الرياضة وأي رياضة، تساعد أي طفل أن يشعر أكثر أنه جزء من فريق متعود ويكون مدمج أكثر في المجتمع. لذلك نعم، كان ناجحا بصفة كبيرة، لأن هناك العائلات شاركت، عائلات هؤلاء الأطفال كانوا متواجدين، وأيضا المتطوعين من مركز محمد بن راشد، أيضا بالنسبة للأطفال متواجدين هؤلاء المتطوعون هنا لمساعدة الأطفال للانطلاق في النشاط، ليس فقط الأطفال الذين ينتمون إلى مركز محمد بن راشد، ولكن أيضا مساعدة أي طفل أو أي من يحتاج إلى تلك المساعدة في هذه التظاهرة الكبيرة، وكيف ننشر الوعي بين الناس. كان فعلا ناجحا جدا، لأن كل هؤلاء المتطوعين جاءوا إلى هنا مع العائلات، والأطفال استمتعوا أيضا، الجميع استمتعوا أيضا. أعتقد ذلك كان هو الهدف من هذا الحدث. صحيح، يعني تواجدنا في هذا الحدث وكان ممتع جدا، ورأينا هذه المتعة على وجوه كل المشاركين. علي، شفناك بهذا الحدث. أيوة. وانت بتلعب جولف ما شاء الله بطريقه ممتازه. شو اللي خلاك تحب الجولف؟ لأني أنا كنت أحب الجولف لأنه الأفضل، وحتى نتعلم الجولف مع مدربي ماثيو باركر، ولذلك أنا تعلمت لعب الجولف، وكان أفضل شيء بالنسبة لنا، خاصة بالألعاب الأولمبياد الخاصة في مارس، وأعتقد أننا سنفوز بالميدالية الذهبية. لذلك كان فعلا شيء جيد. أنا أريد أن أرى ذلك. يعني علي متحمس جدا انه ان شاء الله بالالعاب العالميه 2019 يكون على منصات التتويج، ومن الان بيطمح في الميداليه الذهبيه وان شاء الله بيوصل لها. استاذ سيف، من حضرتك بدي اعرف بدايه رحله علي مع الرياضه بشكل عام ورياضه الجولف بشكل خاص. علي قبل 4 سنوات دخل مركز الجولف اللي في ابو ظبي، مركز ابو ظبي للجولف، قاعد فيه حوالي 6 شهور، بس هذيك الأيام كان لسه عقله ما تعلق بهذه الرياضة، فيوم طلبوه عن طريق الأولمبيات العالمية
ودعمناه نحن أنا وأمه، يعني فرغنا له وقت إن نوديه ونجيبه، والحمد لله يعني الولد الحين أشوفه تطور فيها. أول ما جي يعني أول ما بدأ معاهم ما كان، وخلال مثلا 4 شهور 5 شهور الولد بدأ يمسك يعني وينمي قدراته والحمد لله يعني، وإن شاء الله إن شاء الله يفوز فيها. تطور برياضة الجولف إن شاء الله طبعا، تطور برياضة الجولف، بس كوالد أنت موجود مع علي، التأثير اللي أثرته رياضة الجولف على نفسيته على شخصيته؟ علي قبل كان ما يرضى بالهزيمة، يعني كل ما ينهزم من شغلة فيرجع البيت يصيح، بس مع رياضة الجولف ودخل أظني 3 ماتشات وخسر في 2 فيها، فيجيني يقول لي بابا أنا خسرت، أقول له خلاص معلي المرة الجاية. أول مرة شوية كان زعلان، المرة الثانية يعني الحين خلاص تقبل إنه الحياة فيها ربح وخسارة، إنه مش دائما هو يربح. جميل حلو. مثل ما حكيت لكم طبعا رح نرجع لنكمل حوارنا أكثر، ومثل ما تحدثنا تواجدنا في هذه الفعالية، وننتقل مباشرة للقائنا مع بيتر ويلر الرئيس التنفيذي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019. Yas Links is going to be our official course for the World Games in 120 plus days. So they've been terrific. It's a beautiful course. It has both an academy course, 9-hole academy course, and then a championship course. So it really caters to our athletes of all abilities that are coming here from throughout the world. But this event also promotes the sport of golf and promotes people with determination to come out and try the new sport. And we have a lot of people here, both people with determination and also people without disability here, just enjoying a beautiful evening, enjoying a great sport, kind of a difficult sport for a lot of us, but trying something new and most importantly, developing some friendships. It's a great effort from all the Special Olympic teams and all the events that we see, like many times during the week. The importance of such an event for all the kids with determination. Yeah, I think the beautiful thing about Special Olympic and the World Games, we're creating all these events, community events, where people are all coming out and just enjoying being together and celebrating and appreciating differences. And, you know, it really speaks to the UAE's values of inclusion and celebrating everybody's ability and the welcoming nature of this wonderful country. So you see it here. We saw it yesterday at the Unified Walk. And so it's great. And we'll, everyone needs to come out and enjoy a lot of these community activities and especially come out to the games in 120 plus days. And what a great role model, Peter, for the CEO to be around in most of the events, really. No, I'm spoiled because it's not. It's I'm very selfish in that this where, you know, I'm very blessed to be involved with Special Olympics for many, many years, but also blessed to be here in the UAE with a community and a culture that really celebrates our athletes in such a beautiful way. إذن كان هذا حديث بيتر ويلر الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 الذي كان متواجدا مؤخرا في فعالية الجولف. ونعود إلى ضيوفنا للمزيد حول هذه الفعالية والفعاليات الكثيرة بشكل عام التي تهتم بأصحاب الهمم وتعنى بمزيد من الدمج لأصحاب الهمم. رحمة، رح أرجع إلى حضرتك ونتحدث عن أهمية هذه الفعاليات. رأينا معا مبادرة نمشي معا، أيضا فعالية الجولف ودمج أصحاب الهمم في الرياضة وفي المجتمع المحيط بهم. أهمية هذه الفعاليات لأصحاب الهمم أنفسهم وللمجتمع كله بشكل عام؟
Well, it's not uncommon to هذا عادي أن نعرف بأن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم ليس لديهم الفرص المتاحة للآخرين، ولذلك هذا مهم جدا أن نعترف بأن نحتاج إلى أن نقدم لهم الفرص أيضا لكل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وأحداث مثل هذه على أسس يومية مثلا هذه تعطي الرسالة إلى أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أنهم ذوي أصحاب الهمم لديهم تلك العزيمة ولديهم القدرات حتى يقفوا هناك ويطبقون القوانين ويكون لديهم مدربين وأيضا يتذكرون تلك القواعد ويحسنون من أدائهم. ننظر إلى علي مثلا، هو جاء وأخذ من نادي الجولف وأصبح سريعا و رمى الكرة بطريقة رائعة من البداية، وإذا كانت فرص مثل هذه لابد أن نعرف بها بالنسبة للجميع. لذلك مثل هذه الأحداث هي فعلا مهمة جدا لنشر المعلومة عبر جميع العائلات وكل الرياضات أيضا. جميل. أستاذ سيف، علي متواجد له مدرب في مجال الجولف بتابعه بكل الأمور التي تتعلق في مجال الرياضة والجولف، لكن أيضا رحمة متواجدة لمزيد من الدعم. كعائلة كيف أحسستوا أنه علي بحاجة إلى هذا الدعم وماذا تقدموا له رحمة؟ والله علي قبل ما يدخل الجولف كان حياته عادية، يعني يجي البيت على طول يدرس وخلاص. الحين لا، بعد ما دخل الجولف وشاف اهتمام من رحمة والكوتش ماله فحس انه لازم انه هو يبذل مجهود اكثر. فالحين خلاص من بعد ما بدا يتدرب معاهم وهذا، فالحين خلاص سوى له جدول داخل البيت، اول ما يوصل يتغدى يسبح على طول يجهز نفسه يدرس شويه وعلى طول على الجولف، يرجع من الجولف ويرجع وهو سعيد يعني ومرتاح، يرجع على طول يعني على المسجد، يعني حتى نظمت حياته الدينية. جميل. ما شاء الله، يعني حتى الصلوات ما عاد يخليها، دائما في المسجد المغرب والعشاء، فعدلت من سلوكياته كثير ونحن نشكرهم يعني ما شاء الله ما قصروا معه الجماعة، فالحمد لله يعني أموره طيبة الحين الحمد لله. رح ننتقل مع بعض علي لنشاهد معا لقاء مع سيف عمر ثابت مدرب منتخب الإرادة للجولف. احنا ما نحب نشوف ان في فرق بين اصحاب الهمم ولا في بين اللعيبة لعيبة الجولف، بس ان نخليهم يبدون الرياضة هاي بروحها كهواية وكشغل جديد، أن يبدونها في أشياء وايد يقدرون يعني يتعلمونها أصلا من ضمن الرياضة هاي، عرفتي؟ إلى أين وصل الآن فريق الأولمبياد الخاص، فريق الجولف من أصحاب الهمم؟ هل تم اختيار اللاعبين أو لازلتم في عملية البحث؟ أين وصلتم الآن في التجهيزات؟ تم اختيار، الحمد لله عندنا 5 موجودين في المنتخب، وأصلا بادين يعني تدريبات من صار لهم يمكن 3 إلى 4 شهور بادين، ومستمرين على شكل أسبوعي 3 مرات في الأسبوع يتدربون هنا في ملعب ياس لينكس، وفي نفس الوقت حتى سوينا لهم بطولات صغيرة ولا بطولات تأهيلية تساعدهم كيف يحسون بأجواء البطولات عشان تجهيزات إن شاء الله لشهر 3. كوش، من خلال تعاملك مع أصحاب الهمم والرياضة في حياتهم، لا يعني لا شك بأنه هي لها تأثير إيجابي كبير، ككوش مقرب لهم وأكيد بتشوف هاي التأثيرات، كيف ترى هذا التأثير الذي أحدثته الرياضة في حياة أصحاب الهمم؟ التأثيرات يعني هي ما شاء الله يعني في فوكس زيادة عليه على أصحاب الهمم، بعد في دعم زيادة، عرفتي؟ ف يعني تطوير في الرياضة هاي يعني مهم جدا حقنا احنا ان يتعلمون الرياضة، فاذا في مجال احنا نراويهم يعني رياضة ثانية نقدر ندخلهم في المجال هذا.
علي، رح ننتقل من مدرب الجولف الخاص فيك إليك أنت وهذه التجربة مع رياضة الجولف. وأنا كنت متواجدة بفترة كنت عم تتدرب فيها، وما شاء الله عندك هاي الإرادة والعزيمة والتصميم أنه حتى لو كان في ضربة غلط أنت مصمم لتوصل للنتيجة. ليش هذا الإصرار؟ إيش هذا الحب لرياضة الجولف اللي بيخليك دائما مستمر فيها؟ أنا أتدرب حتى أكون مثالي في أدائي في أداء لعبة الجولف. كيف بتتدرب حالياً؟ أنت بتجهز للأولمبياد الخاص في شهر مارس، وحلمك بالميدالية الذهبية، وأكيد الذهب يحتاج إلى عمل. كيف بتجهز نفسك حالياً؟ أنا أتدرب يومياً، كل يوم سبت وخميس أتدرب في الجولف بالنسبة استعداداً للأولمبياد الخاص، لذلك يجب أن أتدرب أكثر وأكثر حتى أكون ممتلئاً جاهزاً. علي، أنت متواجد في منتخب الإرادة للجولف وأكيد معك أصدقائك في هذا المنتخب، كيف بتشجعوا بعض؟ كيف تدعموا بعض؟ هل أنتم متحمسين مبسوطين لأنه هذا الحدث العالمي يقتبل هنا في دولة الإمارات؟ نعم، أنا متحمس جدا بالنسبة للأولمبياد الخاص، خاصة كل الناس اللي سيكونوا متواجدين هناك في ياس، وكل الناس سيكونوا متواجدين للألعاب الأولمبياد الخاص. حلو، إن شاء الله منشوفك على منصات التتويج، صح؟ أوكي. إن شاء الله. أوكي. رحمة، بدي منك ومن خلال تواجدك قريبة من علي أن نتعرف أكثر على هاي الطاقة الإيجابية التي تتواجد في أصحاب الهمم وتعكسها عليهم الرياضة. يعني ما شاء الله علي، ممكن ما حدا بقدر يحكي أنه من أصحاب الهمم ولا في عنده أي تحديات. وجوده على التلفزيون وعمل هذا اللقاء مش تجربة سهلة حتى لعدد كبير من البالغين، لكنه متواجد ويعني ماشي بكل التحديات. هذه التأثيرات التي تحدثها الرياضة على شخصية أبنائنا من أصحاب الهمم. علي فعلا شاهدت التغير منذ أن التحق برياضة الجولف. أنا دربت مع علي لثلاثة أشهر ربما، وكان منذ 4 سنوات كما قال والده، ولكن في هذه 3 سنوات أنا شاهدت فعلا تغيير كبير جدا لعلي قبل المشاركة في الجولف وبعد ذلك، لأن لديه تلك الطاقة الإيجابية التي تأتي من عائلتي التي تدعمه كثيرا، لكن ترى كل تلك الطاقة الإيجابية في التدريبات أيضا. وعلي هو الشخص الكبير الذي يحميك أيضا من أي كرة للجولف تأتي من ناحيتك، ولذلك ابتعدي، يقول لي ابتعدي، لا أريدك أن تتأثر، لأن ذلك هو واعن بكل شيء، بما كل ما يقوم به، وهو متحمس ومتأكد أن يرمي الكرة بتلك الطريقة الدائرية، وأيضا ولديه تلك الحماس الداخلي الذي يأتي والتحفيز الداخلي الذي يعطيه أن يكون جيدا في هذه الرياضة، وأن يكون حتى لا يؤذي زملائه، وأيضا حتى بيتر جابي متوازن حتى لم تكن لديه تلك الكرة، يقول له لا تهتم، في المرة القادمة تكون أفضل. لذلك جابي هذا تقول به أو بيتر هذا، أنا أقوم بذلك، انظروا كيف أقوم بذلك، وهم ينظرون حتى يرون تلك الفعل ويرون أن ثم يصفقون له، وثم بذلك يكون متحمسا أكثر. لديه تلك القوة الداخلية تشع، وأريد ذلك أن يأتي، ولأنه فعلا هناك دعم كبير من عائلتي في البيت أيضا، وأيضا الجزء الثاني من عائلتي المدرسة أيضا، ومن أنا وماد مدرب في الكوتش، ولذلك أنا أعرف أن سندعمهم خلال تلك كل هذه الطريق إلى الأولمبياد الخاص، ولسبب ما إذا لم نكون ذلك، أعتقد أنه حتى إذا لم ننجح في تلك سيكون جاهزا في جدا. وجودكم معنا اليوم رحمة اسماعيل معدلة سلوك لأصحاب الهمم، وعلي بن سميدة لاعب منتخب الإرادة للجولف، وسيف بن سميدة والد علي المتواجدين معنا. شكرا جزيلا علي، ننتظرك إن شاء الله تكون على منصات التتويج مع الذهب.
أيوة. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لوجودكم معنا، وننتقل مباشرة لنشاهد معا لقائنا مع صالح الشعلان مدير الخدمات الطبية المساعدة بمركز محمد بن راشد. احنا الهدف الرئيسي هو ان نشارك اخواننا وابنائنا من ذوي الهمم في التحضير للاولمبياد الخاص الذي سيقام في مدينه ابو ظبي سنه 2019. فهذه واحد من الانشطه اللي تتكرر كتجهيز للاطفال وللاهالي ايضا من اجل الاولمبياد الخاص السنه القادمه ان شاء الله. إذا دكتور، هذه الأنشطة ويعني تكررها المستمر في كل أسبوع تقريبا، في عندنا نشاط يعنى بأصحاب الهمم ويعمل على زيادة دمجهم بالمجتمع وتعزيز هذه الفكرة، من خلال تواجدك مع الأطفال ورؤيتك لهم حاليا، ما الفرق الذي يحدث على شخصية الطفل وعلى تفاعله مع المجتمع المحيط حوله في مثل هكذا فعاليات؟ ولا شك أن المشاركة في مثل هذه الأنشطة المجتمعية يعتبر جزء من العملية التأهيلية للأطفال أو الأشخاص ذوي الهمم. فمثلا الرياضة تعتبر إحدى الأنشطة التي يمارسها كل الأشخاص بما فيهم ذوي الهمم، فمن المهم أن يشعر الأطفال وأهاليهم بأنهم جزء من هذا المجتمع ويمارسون الأنشطة التي يمارسها باقي أفراد المجتمع دون أي تمييز. تواجد الأطفال في هذه البيئة، هاي البيئة التي يعني ترحب بوجودهم وتشجعهم على إخراج كل طاقاتهم، كيف يسهل عملكم أنتم في مجال دمج الأطفال في المجتمع ويعني يجعلهم أشخاص منتجين أكثر؟ لعل من أهم الأمور هو زيادة وعي المجتمع، لأن أحيانا المجتمع يأخذ فكرة غير دقيقة أو معلومات غير صحيحة عن هؤلاء الأشخاص، فمن المهم أن يشاهدوهم يمارسون أنشطة يعني كباقي أفراد المجتمع، ولا شك أن هذا يساهم في عملية الدمج من جهة وفي عملية التأهيل من جهة، وأيضا يساعد في رفع معنويات الأطفال وأهاليهم. أهلا بكم في فقرتنا المعلوماتية الأسبوعية والخاصة بالأولمبياد الخاص، إذ أعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبو ظبي 2019 أن 11 دولة إفريقية جديدة وقعت للانضمام إلى برنامج الأولمبياد الخاص، كما ستشارك أيضا في الألعاب العالمية التي تقام فعالياتها في مارس من العام 2019. وكانت العاصمة أبو ظبي قد استضافت قبل أيام أكثر من 100 وفد عالمي حضروا إلى أبو ظبي للاطلاع على التحضيرات لإقامة أكبر حدث رياضي وإنساني في 2019، كما تم تصميم برنامج الرياضيون الأصحاء للأولمبياد الخاص، وذلك لتحسين قدرة كل رياضي على التدرب والتنافس في الأولمبياد الخاص. ويمثل برنامج المدن المضيفة جزءا من الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، ولكن تم إطلاقه للمرة الأولى خلال الأولمبياد الخاص الألعاب الإقليمية التاسعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا المعلوماتية حول الأولمبياد الخاص. فاصل قصير ثم نعود. رحلة المعرفة تبدأ بقلب الصفحة، تنقلك إلى عالم الماضي لتعيش التاريخ وتروي ظمأ شغفك بالحضارات، تتجول معك في باطن الأرض وتغوص بك في أعماق البحار لتكشف ما وراء هذا الكوكب، تحلق بك إلى الأعلى لتسبر الفضاء وترى المستقبل، تتغلغل بك في أدق تفاصيل عالم الحيوان والنبات، وتعرض أجمل وأغرب ثقافات الإنسان في هذا العالم. كل ذلك وأكثر بين يديك. مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، اقتني عدد هذا الشهر حالياً في الأسواق. مجلتك العالمية بلغتك العربية. كأس زايد للأندية الأبطال، الرجاء المغربي. يواجه
الإسماعيلي المصري في إياب دور 16 كأس زايد للأندية الأبطال على أبوظبي الرياضية. جولة جديدة على أرض الجوجيتسو في أحضان ريو دي جانيرو لأول مرة على مدار 3 أيام. الألف الأبطال يتنافسون، هدف واحد حصد الذهب. هنا سيجتمع كبار اللعبة ضمن سلسلة جولات بطولة أبوظبي جراند سلام على أبوظبي الرياضية. ضمن مباريات إياب الدور نصف النهائي لكأس سوداميريكانا، أتلتيكو جونيور الكولومبي يواجه إنديبندنت سانتا في الكولومبي. إياب نصف نهائي كأس سوداميريكانا، أتلتيكو جونيور و إنديبندنت سانتا في الكولومبي على أبوظبي الرياضية. كأس زايد للأندية الأبطال. المريخ السوداني يواجه اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب دور 16 كأس زايد للأندية الأبطال على أبوظبي الرياضية. بكم من جديد. ورش عمل فنية تضامنية تستقطب الفنانين الصغار من جميع أنحاء الإمارات. تهدف المبادرة التضامنية إلى نشر رسالة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019. ورشة الفن واحدة من ورش العمل التضامنية والترفيهية التي تستضيفها منارة السعديات في أبوظبي، المصاحبة لبرامج الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، أيضا في تشجيع الأطفال لإظهار مواهبهم بمجالات فنية مختلفة واللعب معا والاستكشاف وتعلم المهارات الجديدة والتفاعل مع الآخرين بغض النظر عن العمر والقدرات. واستقبلت ورش العمل الأطفال من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية وغيرهم من المشاركين. وقد انطلقت أول ورشة عمل فنية تضامنية يوم 20 أكتوبر الماضي في منارة السعديات، التي تعد مركزاً وصالة للفنون بمعايير عالمية، على أن تقام مرتان شهرياً حتى نهاية فبراير
من العام القادم. وتعد ورش العمل التضامنية جزءاً من برنامج الأنشطة المجتمعية الذي يشمل كافة أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقام بهدف التعريف بالأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبو ظبي 2019 وزيادة التوعية والتثقيف المجتمعي حول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية وكيفية إشراكهم ودمجهم بمختلف مناحي الحياة. وتهدف الألعاب العالمية التي ستكون الحدث الإنساني الرياضي الأكبر على مستوى العالم في 2019 إلى بناء مجتمع قائم على التعاون والانفتاح على الآخرين، حيث يتوافق هذا الهدف مع رؤية أبوظبي والإمارات والتي تتمثل ببناء مجتمع متضامن. ومن خلال مشاركة الأطفال مع عائلاتهم في الأنشطة الرياضية والفنية واللعب معا، فإن الألعاب العالمية تساهم في اجتياز الحواجز الثقافية والاجتماعية، كما تساهم ورش العمل إلى جانب الفعاليات الرياضية التضامنية بتأسيس إرث راسخ للألعاب العالمية من أجل تحقيق فائدة تشمل الأطفال بمختلف أعمارهم وخلفياتهم وقدراتهم. إذن تتوالى الفعاليات بمختلف النواحي الرياضية والفنية والاجتماعية، والهدف واحد لدعم أصحاب الهمم. ولمزيد من الحديث حول هذه الفعالية الفنية يسرنا أن نرحب بضيفتنا الموجودة معنا الفنانة التشكيلية عائشة البلوشي. أهلا وسهلا فيك. وبداية قبل أن نتحدث عن هذه الورشة ومشاركتك مع أصحاب الهمم في هذه الأعمال الفنية، نتعرف عليك أنت الفنانة عائشة البلوشي، كيف كانت البدايات ونوع الفن الذي تقدمينه؟ أنا درست فيجوال آرت، فنون بصرية، وعندي شغف لصناعة الدمى، فتعلمت صناعة الدمى ودمجتها في ستايلي الفني، فصارت الدمى هي محور أعمالي الفنية، أستعملها كتول علشان أعبر عن المواضيع اللي أباها والقضايا وتذي يعني. ومن ضمنها شيء استوت الحين أعطي ورشات في مناطق السعديات كجزء من برنامج الفنان المعلم المقيم، فصار لي شرف أني أنا أعطي وهالورشة حق أصحاب الهمم. الحمد لله يعني كانت ورشة حلوة. أهمية عملك مع أصحاب الهمم، مشاركتك في هذه الورشة، ماذا تعني لك أنت بداية؟ أول شيء أنا أؤمن أن أصحاب الهمم عندهم مواهب خفية، فحسيت أن مشاركتهم في هالورشات راح تتيح لهم الفرصة لاكتشاف مواهبهم، وعشان كذي كان اخترت صناعة العيون كمحور للورشة علشان كل شخص يصنع نظرة خاصة فيه. ولاحظت أن 3 من أصحاب الهمم سووا عيون تشبه عينهم، يعني كفاينل أوتكم طلع الشكل النهائي للعين نفس عينهم هم بدون ما يتعمدون أو يقصدون، فحسيت هني أن استشعرت كونسبت البروجكت هذا. جميل. أهمية هذا الدعم الذي يقدمه الفنان بشكل خاص والمجتمع بشكل عام لأصحاب الهمم للمساعدة أكثر في الوصول إلى هدفنا، وهو اندماجهم اندماج تام وكامل في المجتمع. طبعاً هاي الأنشطة مثل ما يقولون أن هي تساعد على عجلة الاندماج أكثر، لأن في الأنشطة الفنية والرياضية كلهم يشتغلون في نفس المكان في ظروف متساوية وينعطون نفس المهمات، فيوم ينجزون الأعمال هذه مثلاً يوم يخلصون من البروجكت أكيد بيحسون بثقة وقدرتهم على الإنجاز، لأنه ما شيء فرق بينهم وبين غيرهم من الناس. من خلال تواجدك بينهم كيف شفتي ردود فعلهم؟ كيف شفتي تفاعلهم مع هذه الورشة؟ أهم ردود الفعل اللي ممكن جذبتك أو حركت فيكي إشي يعني؟
من خلال تجربتي معهم لاحظت أن أصحاب الهمم كان عندهم صبر وانضباط أكثر وكان عندهم تقدير لكونسبت الورشة أكثر، فكنت ألاحظ أن كل خطوة نخطيها في الورشة أنهم يتحمسون لرؤية النتيجة النهائية. وصراحة ما شفت أن أعمالهم يعني أقل عن أعمال غيرهم، بالعكس يعني الفاينل ريزلت وياهم طلع أحلى وشغلهم ما شاء الله أوكي ومرتب، فوايد استانست يعني وتعاملت وياهم وأتمنى أني أتعامل معهم أكثر إن شاء الله. من خلال تواجدك فيما بينهم دائما يعني بنحاول من خلال برنامجنا أنه نسلط الضوء على الجهتين، يعني على الإيجابيات والسلبيات إن شاء الله ما تتواجد، بس في حال تواجدها هل لاحظتي وجود أي تحديات في التعامل مع أصحاب الهمم، في إفهامهم أكثر لمعنى الفن، في جعلهم يعني متفاعلين أكثر مع هذه الورشة؟ كل الإيجابيات أقصد السلبيات كانت كلها تعتمد على عمر الأطفال، سواء كانوا أصحاب همم أو أطفال عاديين، فلاحظت أن كونهم من أصحاب الهمم ما شكل أي تحدي بالنسبة لي كثر ما كونهم صغار. فاللي كانوا كبار يعني فوق الـ 12 سنة كانوا يتجاوبون معايا بكل أريحية وكان عندهم انضباط وكانوا عندهم استيعاب أكثر لهدف الورشة. بس الأطفال الأصغر حتى اللي كانوا عاديين من غير أصحاب الهمم ما كان يهمهم مثلا شو الهدف من الورشة، بس تحسين عندهم مثلا طاقة يبون يلعبون بالألوان والصلصال وما كان يهمهم شو البروجكت اللي احنا بنسوي، فهذا كان من أهم التحديات أو السلبيات اللي واجهتها. بس ما كان في أي سلبيات يخصها في أنهم أصحاب الهمم. It's all about the age والاستيعاب يعني. جميل. عائشة كيف قررتي ما هو نوع المشروع اللي رح تقدمي لهم وعلى أي أساس قمتي باختيار هذا المشروع؟ المشروع أن أنا أعلمهم كيف يصنعون العيون بالبوليمر كلي. أول خطوة أنهم يشكلون العين، بعدين نطبخ الصلصال في الفرن، وبعدين يلونون العين، يختارون ألوان اللي يبونها، وبعدين يشكلون النظرة بالكلي، أن يشكلون الجفن، فهني يطلع الفاينل أوتكم أن شو النظرة أو التعبير اللي راح يطلع منهم. فمثل ما تعرفين أن العين هي مرآة الروح، فحسيت أن هالمشروع بيطلع الأشياء اللي في أرواحهم. صحيح. يعني كنا بيعبرون عن أرواحهم بطريقة لا إرادية، فكان عندي فضول أشوف شو المشاعر أو شو النظرات اللي راح تطلع منهم. فنهاية هالورشة إن شاء الله راح يكون عندنا سلسلة من نظرات مختلفة، كل عين بتكون ديسبلايد على فريم، فيوم بيسوونهم معرض إن شاء الله بيكون عندنا نظرات مختلفة. جميل. ترجع لكل شخص وكل نظرة تعبر عما يفكر صاحبها أو عما يشعر صاحبها. بدون ما يحس بيطلعها، فهذا هو الماجيك بالنسبة لي، أن هم بيطلعون اللي في داخلهم بدون ما يحسون أو يقصدون. وهذا أكبر سلاح للفن، أنك أنت تطلعين اللي في داخلك بدون ما تحسين. الفنانة التشكيلية عائشة البلوشي، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. شكرا لك. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقائنا معكم اليوم مشاهدينا الكرام. بإذن الله لقائنا يتجدد في الأسبوع القادم في نفس الموعد. إلى اللقاء.